في فريق الفيحاء. الأهم من هذا كله، أنا أعتقد أنه لو كان هناك لاعب يعني أنا رشحه يطلع من الفيحاء يروح لأي نادي ثاني مهما كان النادي راح ينجح. وسبرية حكم تجربته يعني إيه؟ لكن احنا نقرأ كإعلاميين نقرأ شيء آخر ما له دخل فني، نقرأ قراءة. الأهلي لما يطلب لاعب مهاجم، هذه أول مرة يطلب لاعب مهاجم، هو ما حد قال أنه طلب، هو قال اسمع بالإعلام، هو ذكر حتى يعني موجود طرح بالإعلام، أنا سمعت في الإعلام. لا هو شوف هو كل كلام دبلوماسي على فكرة. أنت لما تسمع وتعرف لازم أنت كإعلامي تفهم إنه ما راح يتكلم يعني يعرف لو أنت بينك وبينه برا الكاميرا عطاك إيش اللي صايب بين سيارة والاتحاد. بس سبحان الله كلام الدبلوماسي إذا ما فهم إلا أنت وخالد صايب الدهر. كيف؟ الكلام الدبلوماسي يقول لك إن الأهلي والنصر، النصر من 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 الأزل هو يعاني يدور من مهاجم. نعم من إلتون رقم 9 اللي هو فاز بالدوري 14، من بعده ما في مهاجم جاء النصر كمحترفين. الأهلي عنده محترف والأفضل محترف مرعى السعودية حتى الآن كهداف السومة، يبحث عن مهاجم، هذا علامة استفهام. ترى سنة الحياة يعني السومة، ما نقول لك إنه هو يقول مل، لكن السومة يرغب التجديد، أنا عندي معلومة يرغب التجديد. مل طيب يعني إيه يرغب التجديد غير عشان يقول جديد عليه، يقول يرغب التجديد. طارق يقول معلومة تجديد عقد، لا مو معلومة، معلومة هو يقرأ. أنت دخلت نوايا السومة؟ هو ما قال استنتاج، يقول عندي معلومة. مش تبي معلومات السومة؟ معلومات السومة، معلومات السومة كالتالي. السومة داخل بخلاف حاد مع المدرب ريبروف، وهي القضية ريبروف وبين السومة، خلي كمل زين. والشخص اللي يحاول أن يصلح بينهم حتى قبل مباراة القضية هو طارق كيال، وجماعة محاول يهديهم، وهو يعني هو يقول أنا إذا لم ألعب الآن وأحقق رقم جديد الآن في كهداف للمرة الثالثة على التوالي، الثالثة على التوالي، أنت معناه أن مدرب ناوين، هذا كلام السومة. والمدرب يقول أنا لا ما أبغى أنه الفريق كله ينبني على السومة فقط، على كذا هو يبحث عن مجلس شخصي يعني المفروض أن يكون مرحلة رأي أنا مش رأي، أنا أقول والله معلومة بس ما أحب أقول. هي وصل مرحلة التشبع خالد، والله وصل لمرحلة التشبع يا خالد، خليه يكمل يا خالد، خليه يكمل يا أخي. لا إله إلا الله، خلنا حاسي يا أخي، ما نمسامعك ما نمسامعك ما نمسامعك ممكن خليه اسكت. طيب اسمع بس الاصل اللي كلمت مو معقوله في كلمه تكلمت دخل علي خالد ما ترى كذا، معليش كذا ما حد يسمعك ولا حد يسمعك. شتم المدرب وضربه، موضوع ثاني يعني. لحظه ضربه؟ طيب كذا سؤال طيب. ضربه طارق النوفل انت تقول انه كان في خلاف بين وما زال خلاف بين السومه وريبروف قائم، ويطلع وما زال دقيقه ويطلع السومه ويغير التغريده واضحه يقول انا والاهلي وطارق كيال ويرد على طارق كيال والامور سليمه والان في المعسكر المباراه الجايه وانا للاهلي وسابقى طول يعني لاطول فتره ممكن في تاريخ كل هذا الحديث، كل هذا الحديث يعني ترى خليني اقول هذه معلومه حقيقيه بحكم تغريده. طيب أنا معلومات، انا ما طلعت شيء من جيبي، طلع هو بغضب واضح بلقطات وبلقطات في الدكه، وكان النقاش بينه وبين صالح العمري، وانا اعرف وش اللي دار بعد بالضبط جانب ايش اللي صار بالضبط فيها. لكن القضيه مش قضيه صالح، القضيه انه السومه في حاله غضب عارم وطلع الهواء وقال هناك كلام في نهايه الموسم بقوله. هالكلام هذا ما يقول واحد فرحان، وليش طلع الظهر وليش طلع الظهر وقال هو كلام طارق كيال اداري واضح. ناجح واستطاع انه ياثر بس ما يقدر يجبره، ما يقدر يجبره، ما يقدر يغرد في تويتر. خالد قال شكرا، طارق اخر واحد غرد، نعم غرد في تويتر من بعدها بيوم يعني. فطارق كيال اكيد ما يقدر يجبره ولا مكتوب حتى في العقد. خلينا ناخذ فاصل.